سالم المصلى تأكد وهو المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات أن الهيئة تركز على النقطة الأولى من مقترحات دمستورة، وهي نقطة الحكم وتشكيل هيئة حكم انتقال واسعة الصلاحيات. نحن نركز على الفقرة الأولى، المحور الأول، وهو الانتقال السياسي وبحث هيئة الحكم الانتقالي. هيئة الحكم الانتقالي في نظرنا، وذلك نتمسك به دائما، هو الذي لا وجود للأسد فيه، لا في حاضره ولا في حاضر سوريا ولا مستقبله، ولا لكانت كارثة. يعني وجود من اقترف هذه الجرائم هو حقيقة، يعني هو تجاوز الثورة وثوابت. لابد من أن نرى شيء، لكن هذه الجولة انتهت، لم يتحقق فيها أي شيء، لكن نتمنى أن نرى حسم في الجولة القادمة إن شاء الله.